ومن تبعة ارتفاع درجات الحرارة على الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين نتحول لمتابعة لأهم الأخبار الطقسية. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 38، الصغرى 27، إسكندرية 33، 24، مطروح 32، 23، بورسعيد 36، 25، إسماعيلية 39، 26، وجوها حار. بالنسبة للسويس 39، 26، العريش 36، 24، طابة 40، 26، شرم الشيخ 42، 30، الغردقة 42، 30، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 44، 29، الأسوان 45، 29، الوادي الجديد 45، 28، شلاتين 41، 30، حلايب 38، 31، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.